تحية طيبة متابعينا الكرام، الآن كنتواجدوا بقلب مصب نهر أم الربيع بمدينة أزمور. غادي نحاولوا ما أمكن نستضفوا أحد الحقوقيين اللي غادي يتكلم لنا حول إلغاء الصفقة العمومية اللي كانت متعلقة بتنقية مصب نهر أم الربيع. غادي يقربنا بخصوص هذا الإلغاء. السلام عليكم سيدي، حاول تقربنا من هذا الأمر المتعلق بإلغاء الصفقة ديال هاد تنقيه النهر ام الربيع. السلام عليكم. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد الغفير احد ابناء مدينه ازمور، واللي ناضلنا في هذا الملف من تقريبا من 2017 ملي كانت الشركه السابقه هي اللي كتدير هنا جرف الرمال. وبالفعل اننا وصلنا للمبتغى ديالنا والحمد لله بعد نضال طويل ان تم الغاء الصفقه. كيف جاءنا وزارة التجهيز مؤخرا بإعلان نفس الصفقة، واللي أكيد بأن من خلال المنبر ديالكم كنا احتجينا على هذه الصفقة. اليوم بأحد المنابر البارح الجمعة، أحد المنابر الصحفية المعروفة يعني الجرائد المكتوبة، جاء بأنه تم إلغاء هذه الصفقة من طرف وزارة التجهيز والنقل والماء. إذا هذه بشرى يعني طيبة، وهذا تراجع كنا كنطمحوا ليه وكنسعوا ليه، لأن كما احنا المطلب ديالنا معروف بأنه خص تكون واحد التنمية شاملة، واحد استراتيجية ديال التنمية اللي هي كبيرة في المنطقة، لأن كما كنعرفوا المنطقة فقيرة جدا ومهمشة، وهذه فرصة اللي جات الان، وهي انه خاص الوزاره دير واحد استراتيجيه شامله في اطار تنميه مستدامه. اذا هذا هو المطلب الحقيقي، لان ما يمكنش هذا المشكل يتحل الا بهذه الاستراتيجيه. كيفاش انتم استاذك سيد محمد العكر، كيفاش تلقيتوا انتم هذا الخبر او هذا الخبر ديال الغاء الصفقه انتم كحقوقيين وكابناء المنطقه بطبيعه الحال؟ اكيد بانه هذا تراجع معقول، وكيبين باننا احنا الحمد لله ان الوزاره ولات كتسمع النبض الشارع، وان الكلمه ديالنا والاحتجاج ديالنا وصل للسيد الوزير، والتراجع ديالو ماشي هذا ضعف منه او هو تصغير منه او تحقير منه، ولكن بالعكس هو اعتراف جميل بالمجهودات اللي كنبذلوها حنايا وكيبذلها هو من اجل فعلا نوصلوا لواحد الحل اللي هو شامل واللي هو مستدام واللي كيمس التنميه، وخاصه ان المغرب مشرف على كاس العالم. اذا المنطقه خاصها تكون في مستوى هذا الحدث الكبير. جميل ان الوزاره تتراجع بهذا الشكل وتسمع لينا حنايا كمجتمع مدني، يعني هذا يعني بان نزار بركه، يعني باقي فيه الخير وباقي كيسمع النبض الشارع، وهذا جميل ويشرفنا كمغاربه، لان نهر ام الربيع ماشي هو المصب ديال نهر ام الربيع، ماشي هو ديالنا حنا كازموريين او سيدي علي بن حمدوش، او هو ديال المغاربه ككل، والتاريخ ديالو ومساهمته في بناء التاريخ المغربي كان كبير جدا. كنعرفوا بان السفن الكبرى اللي كانت كتدخل لهنايا لا البرتغاليه ولا الفرنسيه راه كانت كتدخل من هذا المصب، ولذلك هذا الدفاع ديالنا على هذا المصب هو ماشي نابع من يعني بهدف شخصي او بدافع شخصي، هو نابع من تاريخ، هو نابع من تاريخ قديم جدا وارتباطنا بهذا النهر اللي عشنا فيه وعاشوا فيه الاجيال السابقه واللي بنى تاريخ مع مدينه ازمور ومع الاحتلال البرتغالي والاحتلال الفرنسي والنضال ديال المغاربه ضد الاحتلال. اذا هو تاريخ ولا يمكن يعني ان ننساه، ولا يمكن ان يعني فعلا ان ما نتملصوش من هذا التاريخ ونساو بهذه الطريقه، ويكون الجزاء ديال هذا النار هو التهميش وتفقير المنطقه. بالعكس، ان خصنا نكونوا ناس ديال الاعتراف والاعتراف بالجميل. سي العوفير، حنا الان كنتواجدوا كما كتشوفوا كما كيشاهدوا متابعينا الكرام، حنا كنتواجدوا في قلب مصب، يعني حنا كنا خاصنا دابا نكونوا واقفين فوق الماء. فعلا، واذا بنا كنلاحظوا اننا واقفين فوق الرمال. فعلا، يعني على مقربه من امواج البحر او على مقربه من الشاطئ للعيشه البحريه. كيفاش وليتوا كتشوفوا هذا المشكل ديال هذا المصب
وكيفاش وليتوا كتعايشوا معاه مع العلم ان كان هذا النهر هذا كان يعني كيترزقوا منه ناس؟ حاول تقربنا. فعلا 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 بانه هذا النهر عشنا فيه وحنا اطفال، وكنا كنقطعوا هنايا شق الانفس، يعني كان واحد لو كورون، يعني الماء كان كيسري بواحد الشكل كبير جدا، وما يمكنش اي واحد يقطع من هنا الا الا كنتي ولد المنطقه وسباح وكتعرف يعني المد والجزر وقتاش تقطع وقتاش، لان كان هنا مكان اللي يعني أزيقت فيه أرواح كثيرة للناس اللي ما كيعرفوش يعوموا أو الناس اللي ما عارفينش المنطقة. وفي نفس الوقت أنه كان عنده واحد الجميل على مدينة أزمور، على الصيادة ديال مدينة أزمور. ما نساوش بأن الناس السمك راه كان كيدخل لنا الواد، وكانوا الناس اللي عندهم المراكب ديالهم وداك الشيء كيعيشوا من هذا من السمك اللي كانوا كيصطادوا من هنايا. وهنا ملي كان كيدخل الشابل ديال أزمور اللي كانوا كيصطادوه الناس القدام، واللي ملي دار السدود هو اللي ما بقاش كيدخل لانه هو كيبيض في الماء الحلو، وبالتالي كان كيقطع واحد المسافه وكيدخل لهنايا وكيصيدوه الناس. وكان حنا والدينا الا بغاو يمشيو لشي منطقه ولا بغاو يمشيو يزوروا شي ناس مثلا في الدار البيضاء ولا شنو، كيديو لهم الشابل. اذا الشابل راه كان مرتبط بالناس ديال أزمور واحد الارتباط، يعني الا بغينا نقولوا حنا ارتباط كبير لا في الطبخ ولا في هذا الشابل. ولا على ذكر هذا الاسم ديال الحوت او هذا النوع ديال الحوت، هو كان معروف بمدينه أزمور او معروف بهذا الواد ديال النهر ربيع وقنيطره، كاع الانهار اللي عندهم علاقه بالبحر، يعني حيت هو كان كيدخل كيبيض في الاملاح كما قلنا العذبه في المياه العذبه عفوا، وبالتالي كاع الانهار اللي كان عندهم مرتبطه بالبحر كان كيكون فيها الشابل. اللي بغيت نقول انه هو كان مصدر الرزق، هاد لومبوشور هاد المصب كان مصدر رزق ديال الناس، وكانوا من هنا كيجيو حتى الناس كاع اللي ما صيدش واللي ما عندوش الرغبه باش يصيد كيجيب الناس، كيوصلوا من اللاعش البحريه تقريبا من سيدي وعدود من مدينه أزمور تقريبا الى الجماعه ديال سيدي علي بن حمدوش، يعني اللاعش البحريه اللي كانت مزار ديال الناس اللي كانوا كيزوروا هذه الوليه الصالحه. اذا كان كيجيو من أزمور عبر المراكب، اذا كان واحد النشاط هنايا اللي كيعود بالناس يعني بالمنفعه الماديه. اليوم ايضا راه ولات عندنا ثروه كبيره ديال الرمال وديال الحصى، راه ثروه ماديه واللي هي ثروه ديال المغاربه ككل، يعني كتساهم ممكن انها تساهم في الرفع من الميزانيه ديال الدوله. اذا ما يمكنش انني نعطيها في اطار صفقه ديال الريع، هذا هو اللي كنرفضوا. احنا ماشي ضد ان يتنقى مصب نهر ام الربيع، بالعكس احنا نطالب بالتنقيه ديالو وبفتح العلاقه عاوتاني الجديده من جديد عاوتاني بين البحر والنهر، ولكن تكون في اطار يعني مشروع كبير كيف ما دار في ابي رقراق وفي بعض المناطق في الشمال وكذا. اذا احنا بغيناها ترفع من المستوى المعيشي ديال المنطقه، ومرحبا. اذا ونزار بركه كان وعد البرلمانيين في قبه البرلمان ووعد المجتمع المدني في مدينه أزمور بانه غتجرى واحد اليوم دراسي داخل العماله، وغادي نوقفوا على يعني المقترحات ديال المجتمع المدني، ويكون واحد الاتفاق بين الوزاره، واكيد بان الوزاره تاهي راه كدير واحد الدراسه معمقه للمنطقه، وغادي يكون الخير ان شاء الله. هنا بغينا في هذا الاطار، اما تفويت صفقه ديال الرمال ديال جرف الرمال واستغناء الشركات على حساب الوطن ماشي على حساب المنطقه، على حساب ماليه الدوله، اذا هذا مرفوض، ومرفوض خاصه احنا في 2023 والمغرب يطل على مشاريع كبرى وعلى يعني تنمية مستدامة وعلى مشاريع كبرى اللي الحمد لله غدا بالمغرب إلى الأمام، وغدا إلى أنه يتصدر يعني الدول شمال إفريقيا ويتصدر الدول العربية، ولما لا أنه يأخذ يعني مكانة داخل الاقتصاد العالمي، وبالتالي هذا الشيء ولا مرفوض حالياً. سي العوفير نشكرك بعدا على التدخل ديالك وعلى الاستجابه ديالك لهذه المقابله الصحفيه، بعد ما كنا درنا في السابق لقاء مباشر بخصوص بعد ما تعطات للصفقه، ولله الحمد على حسبتم الان تنفسوا سعداء كانكم كحقوقيين وكابناء المنطقه بعد ما استجب لكم او استجبت لكم الوزاره ككل، يعني في الشخص وزيرها يعني او الوزير سي نزار بركه. بغيتك تقربني شويه باختصار على شنو هي المطالب ديالكم من اجل تنميه هذه المنطقه. إذا من أجل تنمية هذه المنطقة، هو أولا خصنا حنا دراسة اللي تكون تعطى أن بيرو ديتود
اللي غادي يدرس المنطقة من جميع الجوانب ديالها اقتصاديا واجتماعيا. إذن إلا كان وحتى ثقافيا، ما ينساش بأن راه كاين تقاليد وعادات هنا ما يمكنش أنها نتجاوزوها وندوزو عليها، وإذا خصها هي تعطاها اون فالوريزاسيون، يعني تعطاها القيمة ديالها وتبان داخل المجتمع. راه كاين هنا صناعات تقليدية وكاين صناعات اللي ارتبطت بالنهر واللي انداثرت وكذا، ومن هاد القوارب ديال اللي دوينا عليهم ديال 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 الملاحة ولا ديال الناس ديال الصيد التقليدي وكذا، خصها هو يكونوا ملي نديروا واحد المشروع يكون يراعي هذه الخصوصيات ديال المنطقه ويراعي هذا الاقتصاد ديال المنطقه وعلاش تبنى قديما. اذا هذا هو المطلوب، المطلوب هو انه المنطقه تعرف واحد التنميه اللي تكون تراعي الجانب الثقافي والاقتصادي والاجتماعي ديال المنطقه، واللي ممكن انها تبصم الوجود ديالها بتنميه هذه المنطقه ومحاربه الفقر فيها. اذا حنا كنشوف حنا الناس جيت للعيش البحريه مثلا على سبيل المثال، هناك مقاهي اللي هي عشوائيه واللي عايشين منها الناس فعلا، ولكن ممكن تاهيلها، ممكن ان تاهيلها يعني في مشاريع سياحيه كبرى اللي ممكن تعود على المنطقه. وهذا يرجعنا استاذ العفير على ان كما قلتوا هذا كان من ضمن المطالب ديالكم، ان يعني كانت هذه الصفقه كتحترم المعايير اللي انتم كنتوا كتمناها وكتطمحوا لها، غادي تكون بطبيعه الحال ترجع بالمنفعه اكيد المقاهي اللي هي بجانب هذا المصب. كنبغوا نشكرك استاذ العفير. شكرا لكم، شكرا لكم، ونتمنوا لكم كامل التوفيق. وايضا في دورنا شكرا الكرام. شكرا لحوار بريس اللي يعني متابعه هذا الحدث، وكنشكركم جزيل الشكر. مرحبا استاذ، كما سمعتوا متابعينا الكرام يعني على لسان السيد محمد العفير اللي هو احد الحقوقيين يعني بمدينه ازمور، كيقول على ان فعلا الحمد لله ان الصفقه تم الغاؤها، يعني بعد ما تاكدوا من مصادر يعني اعلاميه لمنابر او لجرائد مكتوبه على اساس تفاجئوا بصباح اليوم لان هناك الغيت الصفقه، يعني وهما كيتنفسوا السعداء كيقولوا الحمد لله ان هنا المطالب ديالنا استجبت لها هذه الوزارة، وكنتمنى أن يعني فعلا إعادة النظر في هذه الصفقة حتى يتم تأهيل هذه المنطقة وتنميتها على حسب يعني أو مراعاة يعني هاد الناس في المنطقة. تحياتي متابعينا الكرام، إلى اللقاء.